كنشكر كاع الناس اللي متواجده معنا سواء الناس معروفين او الغير معروفين. كنشكر لا سال سيتي بالي كاليفورني اللي عطاتنا هذه الفرصه فين نبينوا المنتوجات ديالنا ونعرفوا بجميع لي مارك. تبارك الله سي ان غون سال قدرت تهز لنا اكثر من 30 مارك ونتمنوا اننا نبقاو نديروا ديما نديروا عندهم هاد المعارض لان تبارك الله كيف ما كتشوفوا حضرتوا معنا اليوم كانت ناجحه 100% وكلشي الناس كانوا فرحانين وكانت واحد الامبيونس اللي هي زوينه. نهائيا ما عرفتش انا كنسمع بزاف ناس كيقولوا عندك خلاف مع سعيده عندك خلاف مع اسماء كيف ما شفتوا اليوم انا وسعيده راه جات لعندي كبرات بيا بالناس اللي معايا ما عندنا حتى شي حاجه نهائيا وكذلك اسماء تماما زعما كنهضروا يوميا كنتواصل انا وياها كنوجد معاها العقيقه ديالها ديال الأربعين ديال البنيته ديالها يعني ما كاين حتى شي حاجه. الناس كيبقاو يعني يلصقوا الاحداث ويكبروا المواضيع وهذه السوشيال ميديا فيها الزوين وفيها الخيبه. هو الواحد قبل ما يطلق اي اشاعه يتاكد منها يعرف واش يعني الخبر صحيح او لا لان الناس كاينين اللي كيتفرجوا كيتيقوا اي حاجه كيتبعوا داك الشيء وكيبقاو خايدين واحد النظره خايبه سواء على المؤثر او على الاخبار اللي كدروج. انا صاحبت كلشي كنبغي كلشي كلشي عندي عزيز وقبل ما ندير المعرض كنت حطيت قلت لهم درت سونداج في لاباج ديالي قلت لهم شنو تقترحوا عليا الا درنا معرض شكون اللي تبغيو الناس اللي نجيبو لكم. اغلبيه صوتوا على نهيله باربي صوتوا على سعيده شرف على ساره ابو جاد على سكينه غلامو دونك لبيت الطلب ديال الناس وجبت الناس اللي هما طلبوهم ليا وكيف قلت لك اللي طلبتها منه ما رجعش في وجهي شكرا لهم وان شاء الله نعاودوها مع ناس اخرين عاوتاني. صراحة كلهم أصدقاء ديالي سارة أبو جد صديقة نهيلة صديقة ديالي سعيدة واللي كنقولها ليه ما كيرفضش ليا الطلب وهما ناس اللي تبارك الله عليهم حاليا يعني من الناس اللي معروفين اللي دايرين البوز داكشي علاش حاولت نختارهم هما ك ديزانفلونسوز اللي عرفوا بلي مارك ديالنا. حاولنا نديرو تشكيلة شتوية بما أننا فصل الشتاء دارت موديلات عصريين الناس اللي بغاو يشوفوهم راه كنحط يوميا في الصفحة ديالي يعني موديلات جداد دايرين أثمنة مناسبة ناقصين في الأثمنة باش نقدروا نروجوا المنتوج ديالنا في جميع الطبقات يعني كل شيء يلبس دايرين أثمنة ابتداء من 400 درهم أغلى جلابة دايرة 800 درهم. شكرا لالا مولاتي وشكرا على الحضور ديالكم مرحبا بكم معنا. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.